سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الو، اليوم حبيت نبارطاجي معكم طبق بنين 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 بزاف بزاف وساهل، واللي هو اللازان. هاد المره درته بالدجاج، مذاق مختلف وكوري. ان شاء الله الوصفه غادي تنال اعجابكم. خليكم مع لا فيديو. الو، هنا بروميرمون درت شويه مارغارين ودرت لويل دوليف، زيت زيتون. وهنا غادي نبدا بسم الله نحط البلون دو بولي تاعي، وكل وحده دير على حساب لو نومبر تاع نقول لك لا فامي، غادي على حساب الافراد العائله في اللحم. ديكور، هنا غادي نبداو نملحو، نديرو لي زيبيس، غادي نملح بسم الله، بعد نملح الكوتي الاخر. فوالا، غادي ندير فلفل الكحل. هنا عندي ايبيس دو بولي، هذا تقدري تستغني عليه الا ما عندكش. فوالا، هنا عندي كوري، ما عندكش تاني كوري تقدري تستغني عليه. شوا ديري في بلاصته كركم كركيما، نزيد لنا انكور الكركم. غادي ندير شويه قزبر، حب نطحنا هكا. فوالا، هنا انا شويه مبليسيا مقلقه، دونك من الاحسن ديروا لها مارينات من قبل وخلوه يتمارينا بيان، ابخي تجيكم فاسيل وقلوه كيما هكا. ونقلب الفولي تاعي، نقلب الفولي. انا نخليها هكا باش تلصق فيه لا مارينات. هكا انا نفضح ونكمل طياب تاعه. فوالا، حتى لي يطيب ونطلقو. بون، هنا جو ريتير مون بون بولي، هنا من كدعه كما كنت شوفو راه طابلي سي بون. الوغ، هنا في لا ميم بوال غادي بهذا الزيت النكهة تاع الدجاج تاعنا، غادي هنا ندير بصله فيها غون اونيون. هنا كيما شفتو هكا قطعتها رقيقه، ديرو بصله تكون كبيره، نخلو ها تتقلى هنا في هاد الصوص تاع الدجاج في هاد الزيت. فوالا، الوغ البنات، هنا لو اونتخوطون البسطه تاعي راه تتبان. انا غادي نخدم لا بيشاميل كما تشوفوا، غادي ندير مغرف كبيره ونزيد شويه تاع مارغارين ولا زبده، غادي نذوبها ونرجع معكم. الوغ، بعد ما ذوبت هنا برسك جو مغارف كبار تاع زبده ولا مارغارين، هنا غادي ندير الكحله شويه. دائما ديروها فوق الزبده كي تكونوا ذوبوا فيها ولا المارغارين باش تعطيكم البنه في لا بيشاميل تاعكم. وهنا غادي ندير نوا د ميسكات هكا واحد شويه. فوالا، هكذا كي يتقلوا باش يعطوا لوكو، يكون لوكو تاعهم فوق. هنا نزيدو تاني الملح، هاد الكمية تاع الملح. فوالا، هنا غادي ندير زوج مغارف كبار تاع لافارين هاكا. الوغ، لا بيشاميل انا غادي نديرها دروك، غادي نديرها تكون خفيفة، مغاديش نزيدها فغيمون ايباس ولا داكوغ. هنا مادا بيكم تقلو شوية، تخلوها طيب شوية لافارين باش تجيكم لا بيشاميل شابة بزاف. هادي تقلى على نار هادية، وهنا نحطو من نكوش على البصلة تاعنا، هنا تقلى راه يطلع واحد البنة منها ما شاء الله، واحد الريحة فالو تاع لي زيبيس لي كنا درناهم تاع الدجاج. هنا قاع راه هوت.
الوغ هنا غادي نزيد دوك كوز داي كما قلت جوج صوص تاع الثوم نزيدهم هنا باش يتقادلو. درتهم خاصك مع الاخر بعد ما طابت شويه البصله باسكو الثوم راه ينحرق فيت في الوغ ما ديروهش في الديبي مع البصله خلوه يتقلى شويه. الوغ هنا غادي نولو لا بيشاميل تاعنا. بون هنا لا فارين تاعي راها صافا طابت. هنا غادي نزيد الحليب بسم الله. انا هنا غادي ندير ليكيفالون تاع دو فيغ واحد جوج كيسان تاع حليب. انا غادي ندير عيني هنا ميزاني باسكو غادي نديرها خفيفه. فوالا في الديبي الوغ البنات هنا سمحوا لي كنت ابخي زدت الحليب باسكو عن بالي راه يفيلمي ما كانش يصور لي. الوغ هنا نزيدو الحليب قلتلكم درت قيس هنا غادي نزيد شويه فوالا جوج كيسان ونخليه حتى لي تعقد لي ما تحبسوش من الخلاط ماذا بيكم ما تخلوهاش تلصق من تحت ونخلطو نحركو البصله تاعنا سي بون راها دبالت بيان طابت. غنشوفو معايا لا سويت نكملو هنا لا بيشاميل حتى لي تعقد. انا هنا سي بون البيشاميل تاعي راه واجده كيما راكم تشوفوا خليتها انا خفيفه ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله. فوالا هذه هو الكونسيستونس تاعها باسكو غادي كي تبرد غادي تزيد تجبد. الوغ هنا غادي نزيد البنات انا عندي هنا لي زيبينار اشي كيما راكم تشوفوا عندي السلق مطحون فوالا عندي كونجلي غادي نديره بسم الله. وانا فيه هنا فيه لا كريم فريش دونك كي يكون عندكم بلا لا كريم فريش سي ميو. هنا غادي نخلي دونك حتى يدوب تقدروا ما تديروش تستغناو عليه هسي ما ت فوالا دونك ابخي نملح ونخليه يطيب. هنا غادي نجيب البلون دو بولي تاعي كما راكم تشوفوا بعد ما برد لي وغادي نفتح الفيلي ميتي نبداو نفتحو بيان. راهي دوبلي كيما راكم تشوفوا لي سيبينار تاعي وغادي دروك هنا نملح فوالا دونك ما غادي نزيد لا ايبيس لا والو باسكو كلش راه لي زيبيس تاع البولي اللي قلينا فيه البصله وكاع فوالا خليها تميجوتي. البنات بعد ما طابلي غادي نزيد صوص بولونيز. انا هنا عندي واجده ندير واحد شويه انا ما غاديش نكثر بزاف فوالا نتوما الا ما كانش انا نعطيكم الاقتراحات ما كانش عندكم هذا السلق زيبينار كي تقلو ديك البصله والثوم زيدوا عليها ديريكتومون لا صوص طوماط تاعكم. الا ما عندكمش هذه لا صوص طوماط ديروا طوماط ورحوها وديروا لي زيبيس اللي تبغوا فوالا. دونك نخليها تتقلى واحد 10 دقائق ولا ونطفي عليها فوالا كلش دوك واجد. غادي جبت البلا تاعي كيفا وفوق عندي هنا لي لازاني تاوعي لاباط كيما راكم تشوفوا. هنا عندي كونتيتي تاع فرماج غابي. الوغ غادي نبداو بسم الله بلا بيشاميل فوالا ونطلعوها هكا في البلا. غادي نزيد عليها لاصوص اللي درناها تاع البيش باردون تاع لي زيبينار كيما راكم تشوفوا نطلع كاع. نحط بسم الله لهادو لي في تاع لازان. هلا انا درت بلا صغير وانتوما ديروا على حساب لو نومبر دو لا فامي. انا ما نخليش الفراغات هكا نعمل ايسي نعمل لي ترو من لا بات. الوغ هنا نزيد انسويت لا بيشاميل نقدر نطلع على لا بات
alors نزيد لو بلون دو بولي تاعي غادي ندير رشة خفيفة تاع فرماج نزيد انسويت La dernière couche de bois, quand il y a la béchamel, pardon. Après la béchamel, on va dire donc fromage râpé. Et bon, il y a la dernière couche, on râpe. Alors, on va faire le hété. 30-35 minutes, le four, 30 minutes. فوالا نخلوه يتكراتينا على خاطره بون كان هذا هو البلا تاعنا تاع اللازان يجي بنين بزاف ان شاء الله اختي تجربيه للعشاء فرحي به العائله تاعك هذه ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسوش تكثروا لي من الاعجاب بالفيديو والبارطاج مع الاحباب تاعكم نتلاقوا ان شاء الله دائما في الوصفات ان شاء الله اللي ينالوا الاعجاب تاعكم وما تنسيش اختي اللي ماكش مشتركه في القناه تاعي تنضمي ان شاء الله اختي في القناه تاعي انا نقول لكم على بروشين السلام عليكم